مقطع سريع الكاع الحصان يهذب هذا بطيء يعني مبطئ المقطع ثم يكيع باخر المقطع. اللي بيك تلاحظه لاحظ ثبات الظهر، نزول اليدين، استرخاء الرجول، استقامة النظر أثناء الهذب، وارتباطك بالحصان قطعة واحدة مع الحصان. ثم لاحظ لما أعطيت الحصان أمر الوقوف الكاع بصوت تقريبا فقط أو الجسم، لاحظ من يوم لما الحصان جسمه الجسم التم عندك، رجولك لميتها، ضميت جسمك، لميت جسمك لأن الحصان لم جسمه. ثم بمجرد الحصان وقف ارتخى رجعت انت ارتخيت. هذا ما أسميه المواكبة الجسدية، انك تواكب الحصان جسديا. لما يكون مسترخي تسترخي حتى لو كان قاعد يركض، ولما يضم نفسه تضم نفسك حتى لما يكون بطل. عكس الركوب الخاطئ، تلاحظ كل ما زاد سرعة الحصان كل ما الخيال اعتمد على سيقانه او رجوله زيادة عن اللزوم عشان يثبت ويرفع يدينه، وهذا يربك الحصان. صح انه يثبتك زياده بس انه يربك الحصان خليه ينطلق. كذلك في طرق اخرى تركب السرج، وفي الحاله دي 70% من اعتمادك على الثبات يكون على السرج زي ما ذكرنا قبل كم يوم. نشغل المقطع، لاحظ الاشياء اللي قلتها ذكرتها، استرخاء رجول، ثبات النظر، نزول اليدين تقريبا، ومواكبه الحصان جسميا، يعني حركه جسمك متناسقه او متناغمه مع حركه جسمه. ثم لاحظ سهوله التوقيف اخر المقطع، ولاحظ كيف الجسم تغير لا شعوريا لما الحصان تغير جسمه. ثم عاطول لما وقف استرخى رجع الجسم استرخى، يعني تكون تحس انك قطعة واحدة من الحصان، لست يعني وزن زايد على الحصان بل قطعة من الحصان وليس على الحصان فقط. لقد لاحظت سهولة الوقوف مقارنة بالخيل المدربة خطأ اللي ممكن ترفض رفض ثامنة توقف بهالسهولة هذه. لاحظ استرخاء عقب الوقفة، لاحظ كيف الرجول استرخت. الآن بعد ما تشوف المقطع هذا حاول عشان تصل الفكرة بشكل أسرع، تشوف مقاطع على طول بعد المقطع هذا، شوف مقاطع خيمة ركوبة خطأ، بتلاحظ أثناء الركوب بالسرج أن النتيجة إما أن تكون خاطئة بسبب سوء الركوب، أو تكون نفس النتيجة هذه لكن الأدوات ساعدك، يعني السرج ساعدك على الثبات، الصدارة ساعدتك على توقيف الحصان، المهمات ساعدك على توجيه الحصان، العصا ساعدتك على تحريك الحصان إلى آخره. أو أثناء الركوب دون سرج بشكل خاطئ بتلاحظ رفع يد زايد، ضم رجول زايد ومستمر، شبه استحالة أن يوقف الحصان بسهولة، تلاحظ الخيال يعاني في الثبات فوق ظهر الحصان فيبالغ في عن طريق محاولة استعمال العضلة خلينا نقوله واستعمال جسمه عشان يثبت فوق ظهر الحصان. فعشان تعرف مقدار صعوبة الشيء لازم تعرف وش كان ممكن يصير لو كان ركوبك خاطئ في نفس هذه اللحظة.